أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. وأمس كان اليوم العالمي للشعر، وطبعا عيد الأم غطى عليه، والأم ليست إلا لوحة من لوحات الشعر الجميل. معنا الأستاذ سمير عطية، مدير بيت فلسطين للثقافة. يسعد صباحك أستاذ سمير. يسعد صباحك يا دكتور أحمد، وصباح المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. حياكم الله أستاذ سمير. يعني اليوم العالمي للشعر في كان أمس، وأنا أقول إنه هي يعني موافقة، هي جميلة من ناحية، لكن هو سيبقى دائما في ظل يعني عيد الأم، فماذا تقول في هذه المناسبة؟ يعني القصائد إذا لم تكن للأم وفي حب الأم فلا قيمة لها يا دكتور. القصائد حينما يتوافق عيد الشعر مع عيد الأم ويوم الشعر مع يوم الأم، هو توافق عاطفي، توافق في الشعور، توافق في النبض والكلمات. الأم والبعد الاجتماعي أحد المضامين والمواضيع المهمة جدا على مر العصور في كل الآداب العالمية دكتور أحمد، وبالتالي لا أرى تناقضا في ذلك، بل توافق جميل. جميل جميل، إذن هذا توافق جميل إذن بين يوم الشعر ويوم الأم. أستاذ سمير، في يوم الشعر العالمي هل كان هناك مثلا، هل أنت راض مثلا عن الاهتمام؟ هل هناك فعاليات كانت تتوافق مع أهمية ومكانة الشعر العربي؟ حقيقة دكتور ذهبنا منذ عدة أعوام إلى الابتعاد عن المناسباتية في بعض الأيام، كأن تكون الفعاليات فقط في هذه الذكرى مع أهمية الاحتفاء بمثل هذه الذكرى، ولكن كمؤسسات ثقافية أعني هناك اهتمام إعلامي من هذه المؤسسات ومنا تحديدا على مدى العام، سواء على مستوى الشعراء الراحلين وتسليط الضوء على إرثهم الشعري والثقافي، أو على مستوى الشعراء المعاصرين، أو حتى نذهب بعيدا باتجاه الاستكشاف الطاقات واستكشاف المواهب وإتاحة الفرصة لهم على الظهور ويعني إبراز ما لديهم من نصوص شعرية. وبالتالي حقيقة انتقلنا من يوم للشعر العالمي إلى أيام على مدى العام لصناعة مشهد شعري حقيقي وفاعل يكون قريبا من المجتمع ونافعا لرسالة الثقافة الهادفة. جميل جدا أستاذ سمير، وهذا ما نحتاج إليه فعلا، أن لا نقتصر على تعاملنا مع هذه الأيام والمناسبات على أنها مناسبات طارئة. الشعر يحتاج إلى اهتمام دوري ودائم كشعراء في المهجر، وأيضا وفي بلاد لا تتكلم اللغة العربية، وفي ظل ضغط الحياة وعزوف أصلا الشباب والجيل عن الاهتمام كما كان سابقا، يعني الاهتمام بالشعر واللغة، ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه شعراء المهجر؟ بلا شك دكتورنا العزيز هناك فرق بين مهجر وآخر. يعني تركيا تختلف مثلا لكونها بلد إسلامي وفيها اهتمام إلى حد ما باللغة العربية الدينية إن صح التعبير، ولكن هناك مهجر أقسى من المهجر الذي نعيشه هنا، هناك مهجر أقسى في كندا، في أستراليا، في السويد. وبالتالي حقيقة عندما نتكلم عن المهجر يجب أن نأخذ خصوصيات كل بلد من هذه البلاد ونظرتها إلى المبادرات الثقافية والأدبية واللغوية. لا نستطيع أن نتكلم عن مهجر يتفاعل بسلبية مثل فرنسا مع مهجر يتفاعل بإيجابية مثلا مثل هولندا أو السويد مع اللغات الأخرى. وبالتالي وضع المبادرات الثقافية التي تتكلم وتبادر من أجل صناعة واقع جديد للغة العربية وتطوير الحالة الثقافية والمعرفية لأبنائنا وبناتنا يختلف من مكان لآخر، ويؤخذ هذا بعين الاعتبار. ولكن في المجمل كما تفضلت دكتورنا العزيز، هي صعوبات، هي تحديات،
هي تحتاج إلى مبادرات، وأظن أن الإطار العام الذي يجمع هذه التحركات والفعاليات هي المبادرة، مبادرة مؤسسية، مبادرة فردية، مبادرة على صعيد المجموعات في جامعة أو في جمعية هنا أو في مدرسة هناك. وبالتالي دائما أنا أدعو من خلال الموقع الثقافي لمؤسسة بيت فلسطين للثقافة، أدعو الأفراد والمجموعات ويعني المجتمع بكافة مكوناته أن ينطلق من أجل خدمة اللغة العربية. إذن اللغة العربية كما قلت يعني نحن في المهجر نواجه تحدي آخر، يعني اللغة العربية بحد ذاتها تواجه هذا التحدي فضلاً عن الشعر. كواقع في تركيا كما قلت يعني هي بيئة وإن كانت لا تتكلم اللغة العربية لكن ترحب باللغة العربية، لها هذه المكانة بحكم خلينا نقول البعد والطابع الديني، يعني كيف ترى وجود العربي أو وجود الشعراء العرب في تركيا، وهل يسمح لهم خلينا نقول ضغط الحياة وظروف الحياة وقسوة الحياة من أن يكون لهم هذه المبادرات التي تتحدث عنها، هذا الدور الذي ينتظر منهم؟ بلا شك دكتورنا العزيز، في هذه يعني في اليومين الماضيين انطلق مهرجان ربيع القوافي في مدينة مرسين بحضور مجموعة من الشعراء العرب لفعالية الجمعية الدولية للشعراء العرب. أيضا نعد لمبادرة ثقافية من أجل الشعر والأدب في تركيا إن شاء الله ستنطلق خلال الأيام القادمة وسنعلن عنها في حينها. المبادرات كثيرة حقيقة، نحن في الأيام الأخيرة من تحكيم مسابقة فرسان البيان للطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية التركية، وبالتالي عندما نتكلم عن المبادرات نتكلم عن الفعل على أرض الواقع. نعم هناك فعل على أرض الواقع، كان هناك يعني خلال الشهور الماضية أيضا حراك مع الجامعات التركية في كليات الآداب ونوادي اللغة العربية، ولكن السؤال دكتور هل هذا الفعل يكفي أمام التحديات؟ أعتقد أن هذا السؤال الذي يعني أيضا يتبع موضوع أين نحن من المبادرات، أن هذه المبادرات هل تكفي؟ أظن أنها لا تكفي، هناك الكثير من الفجوات التعليمية سواء للذين ذهبوا إلى مدارس إمام خطيب أو الذين يعني أو الطلبة الذين يدرسون في المدارس العربية الخاصة، بعضهم يدرس منهجا عراقيا وآخر فلسطينيا وأردنيا وسودانيا، وبالتالي هذا يعني أيضا جعل لدينا مجموعة من الطلاب ذوي خلفيات تعليمية متنوعة، بعض هذا إيجابي ولكن في بعضه الآخر هو سلبي. طيب يعني في ظل كما ذكرت هذه التحديات وعدم كفاية، يعني أنه يوجد حراك يوجد مبادرات لكنها غير كافية، كيف نتجاوز هذه الصعوبات وهذه التحديات؟ ما الذي يجب فعله من أجل خلينا نقول حراك أكثر فاعلية أو حتى نصل إلى ما ذكرت يعني أو نقترب من حد الكفاية؟ نعم دكتور، هذا سؤال بحجم مؤتمر حقيقة، هذا سؤال بحجم مؤتمر يعني أشكرك على التحديات تخفف بالمبادرات، المبادرات في أوساط المجتمع العربي، المبادرات لطرق أبواب المؤسسات الحكومية والوقفية والخاصة في المجتمع التركي المهتمة بالأدب والشعر والثقافة. أنا دخلت إلى اللغة العربية وإلى التعليم لأن الشعر في يوم الشعر هو جزء مهم من أجزاء اللغة العربية وتعليم اللغة العربية. إذا كان هناك فجوات وثغرات في تعليم اللغة العربية فهناك حتما فجوات في التحصيل المعرفي والإبداعي للشعر ولغيره. نحتاج إلى حراك مبادرات، نحتاج إلى مبادرات يعني طويلة الأمد لا يكون نفسها قصيرا دكتور،
نحتاج إلى التفات، وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة، نحتاج إلى التفات الوطن العربي بمؤسساته القائمة من أجل الشعر ومن أجل الأدب ومن أجل الثقافة إلى خدمة اللغة العربية والشعر والأدب داخل تركيا. هناك مجلات يجب أن يكون لها دور في 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 صناعة الشعر وتطوير الأدب داخل تركيا. هناك مؤسسات ثقافية، هناك مبادرات، هناك مسابقات، وبالتالي من الضروري بمكان أن يلتفت العرب في أوطانهم بمبادراتهم ومؤسساتهم أيضا إلى أن يدعموا هذا الواقع الموجود والمحتاج للغة العربية. العمل الموجود لا يكفي، العمل الموجود متوزع الاهتمامات والجغرافيا، خلفيات مختلفة في هذا الموضوع، يثري بعضه ويقصر بعضه الآخر. في المجمل نحن بحاجة إلى المبادرة ثم المبادرة ثم المبادرة. جميل جدا، يعني المبادرة في هذا الواقع. كما قلنا الموضوع ليس الشعر فقط، بل اللغة العربية بحد ذاتها أمام تحدي المحافظة على اللغة العربية عند أبنائنا، المحافظة على الذائقة العربية. نحن نتكلم عن لغة عربية فقط يعني للكلام والمحادثة، أن يتذوق الشعر، يتذوق الأدب، ويتذوق أيضا القرآن الكريم. كل هذه التحديات أمام أي شخص يعيش فعلا في خارج نطاق البلاد العربية، وللأسف حتى الآن من يعيش في البلاد العربية أصبح ضمن هذه المعاناة مع انتشار ثقافة التكلم باللغة الإنجليزية حتى في البلاد العربية كما ذكر الآن أحد الأخوة. أستاذ سمير، هل لي أن أطمع منك ببعض الأبيات يعني حتى ما يعتبوا علي المتابعين؟ الناس تحب الشعر، فهيك لو نختم بشيء من جميل شعرك، وكل شعرك جميل. الله يكرمك، الله يكرمك، لكن بثواني سريعة. نعم. لأنك يعني لفت إلى قضية اللغة الإنجليزية، يجب علينا أن نلتفت أيضا في مبادراتنا إلى جانب إيجابي في وجودنا في المهجر، لم يكن عندما كنا في أوطاننا. يجب علينا أن نستفيد من أبنائنا وبناتنا الذين يتكلمون اللغات الأخرى، التركية، السويدية، الإنجليزية، الهولندية، الألمانية. هذه ثروة لغوية وثروة في معرفة الآداب الأخرى، وبالتالي هذا يحتاج إلى قراءة في هذا المشهد، وحديثه طويل وأسئلتك غنية وثرية. يا سيدي، أقول شعرا: ما زلت أبحث في الليالي عن يدي، أحتاج خارطة القلوب لأهتدي، وصل القطار إلى نهاية حلمه، وأنا هنا أرن المسار لأبتدي. عيناي في قاع المتاهة، كيف لي أن أبصر الدرب العزيز إلى غدي، ويداي صبار المسافات التي شاخت، فقل أي الكفوف سأرتدي. لي أغنيات كلما جاءت بها زوج العزيز، أتت تقطع في يدي. كم غلقت أبواب شطآني على صحرائها، فتيبس الزهر الندي. هذا قميصي قد من دبر، وما حكم القضاة سوى بأني المعتدي. الله 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 الله، لا لا فطفوك استاذ سمير، وبكيتنا عند الصبح والله. يعني هذه مو محسوب هذا اللقاء، لانه نريد لقاء يكون خاص فقط لأن نستمع للشعر، لكن اليوم كنا حابين نحكي عن يوم الشعر، وحتى ما يعتبوا الناس إلنا لابد أن نسمع شيء. أما نعيدكم بذلك، الاستماع يحتاج بذلك إن شاء الله، يعني وخاصة جمهور مسك له يعني محبة خاصة. الله يكرمك يا رب، وأنت لك معزة خاصة، وأنت من الذين أطليتم عبر مسك في شهد الحروف، هذا البرنامج المميز. سؤال سريع جدا قبل أن نختم، معي دقيقة بس عن نعم. ذكرت لي أنه كان هناك تحكيم في مسابقة فرسان البيان. نعم. متى سيكون هناك النتائج ومتى سيعلن عن ذلك؟ قريبا، نحن في المراحل النهائية من التحكيم في مسابقة فرسان البيان. جميل. هذا ما يعني نعم، هذا يعني أستطيع أن أقوله من خلال متابعتي مع لجان التحكيم. جميل جدا، إن شاء الله عندما تكون النتائج جاهزة أيضا نشرف بأن نلتقي بكم، ونلتقي أيضا ربما بالفائزين هنا عبر منصة صباحك مسك. أستاذ صباحك أستاذ سمير، ونورتنا.
شكرا شكرا دكتور، شكرا لكم، حياكم الله. محمد أبو ماهر يقول يسعد صباحكم جميعا. ياسر كراجة، سلام خاص للشاعر سمير عطية، أحب أن أصفه بالدكتور سمير عطية. يسعد صباحك ياسر. كثير عم يحكوا عن موضوع الخبز الشباب، حلقة خاصة لو تعملونا عن الخبز وأصحاب الأفران السورية لعلنا نقوم بذلك. دعونا نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله.